بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله السحلب هوت شوكليت. عندنا في حلة 3 كوبايات حليب، وهنضيف على الحليب معلقة كبيرة ونص نشا و3 معالق كبار كاكاو خام، وهنضيف سكر على حسب ما احنا عايزين. ونص معلقة صغيرة فانيليا، وهنقلب كويس. بعد كده هنحط الحل على نار متوسطة ونقلب بشكل مستمر لحد ما الخليط يتقل معانا شوية. وخلاص كده القوام تقل معانا، وبيفضل سائل طبعا برضو بس تقيل شوية. وهنجهز الكوبايات اللي هنقدم فيها، ونحط فيها نوتيلا سايحة او شوكولاتة سايحة على حسب ما احنا عايزين، وهنصب الكاكاو بس مش هنملى لحد الاخر. بعد كده عندنا كريمة شانتيه بودر مخفوقة من اي نوع، وهنملى بيها الفراغ اللي في الكوباية. هنحط على الوش نوتيلا او شوكولاته سايحه، وخلاص كده بقى جاهز معانا. ولما بنقدمه بنقدم معاه معلقه، وبنقلب الكريمه مع الكاكاو، بتغير الطعم جدا وبتخليه احلى بكتير. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.